أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. في إطار تغطيتنا لفعالية المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، يسعدني أن أستضيف ببلاط القناة بالسيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس وعمدة المدينة. أهلا بكم سيدة سعاد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا على الاستضافة وشكرا لمدينة مراكش على الدعوة للمساهمة في هذا الملتقى الدولي الإفريقي حول السلامة المرورية. شكرا لكم وشكرا على قبول الدعوة. أولا سيدة سعاد بن عبد الرحيم، ما هي انتظاراتكم من المشاركة في مثل هذا المنتدى اللي هو أول منتدى من هذا النوع في إفريقيا؟ نعم، هو هذا أول منتدى في إفريقيا. نعلم أن اليوم عدد حوادث الطرقات في إفريقيا مرتفع جدا بالمقاربة مع بقية العالم وخاصة مع أوروبا. نعرف اليوم أنه هذا الإرهاب اللي هو إرهاب الطريق هي نسبة كبيرة معناها من الأموات، من الأيتام، من الضحايا، من المعاقين نتيجة عدم السلامة المرورية. فأكيد هذا موضوع شائك جدا، وعلى جميع الأطراف المتداخلة أن تكون يد واحدة ضد هذه الآفة. اليوم حوادث الطرقات، عدم السلامة المرورية هي قاسم مشترك لعديد من البلدان الإفريقية، وشفنا في هذا المنتدى عدة شهادات حتى من قبل وزراء كذلك في إفريقيا، شفنا شهادات تدل على أن المشكل هو واحد. فضروري اليوم أن نتجاوز الحدود في حل هذه الأزمة الحالية للبلدان الإفريقية، خاصة وأن هذه الآفة في تفاقم في كل بلدان العالم، هي في تراجع إلا في البلدان الإفريقية. وهذه ممكن لن نوجه التهمة إلى طرف معين، هي بالأكيد سلوكيات حضارية بالأساس، ولكن كذلك فيها العديد من النقاط الأخرى المتداخلة مثل البنية التحتية. ونعلم أنه في العالم الإفريقي اليوم فما تهرئة كبرى للبنية التحتية، عدم استجابة للمواصفات الدولية في النقطة هذه بالذات، عدم التعود على التربية المرورية، وكأنه في هذا العالم أو في الدول الإفريقية اليوم وكأنها حضارة لا تعترف، وكأنه هي عقلية ذهنية لا تعترف بحق المواطن الكوني ألا وهو حقه في الحياة وحقه في الصحة. اليوم في البلدان الإفريقية نستثمر وبشدة مثلا في الجانب الصحي، ونحب نأكد أنه عدم السلالة المرورية كذلك هو فيه ضرر وإضرار بالجانب الصحي. في كل يوم عنا عدد كبير من الأموات، في كل 6 دقائق حادث مرور، فبالتالي اليوم هذا هو. فهذا علاش قلنا اليوم لازمنا نقول ستوب لفواجع حوادث المرور أو حوادث الطرقات. وحتى نقول ستوب لابد أن تكون لدينا نظرة استراتيجية مستقبلية. اليوم سيد وزير المرور والتجهيز وزير التجهيز المغربي قدم لنا استراتيجية المغرب، وهي استراتيجية واضحة، ونرجو أن ترى النور على مستوى الواقع وأن تؤتي أكلها وتؤتي نتائجها ما دامت بهذا الوضوح. وعلى بقية البلدان الحاضرة أن تتبادل هذه الثقافة وهذه التجارب من أجل مستقبل أجمل لمدننا وللأجيال المقبلة. لأنه اليوم لما نتدرب على السلامة المرورية وتصبح كتربية مرورية في المدارس وفي المعاهد، وتقدم من خلالها شهائد، فهذه باش تكون خطوة أولى نحو التغيير العقلية، والتي نؤكد أنه التشريعات لن تغير من العقليات، لأن التشريعات موجودة، الردع موجود، العقوبات موجودة، ولكن لن نتعظ. وبما أننا لن نتعظ فإننا نخطئ كل يوم، ومع كل خطأ هناك ضحية. فبالتالي آن الأوان كما قلت أن تكون لدينا وفي كل البلدان الإفريقية والعربية أن تكون لدينا استراتيجية واضحة لمقاومة آفة
حوادث الطرقات حتى نحمي الحق في الحياة، وحتى نحمي الحق في الصحة، وحتى نحمي الحق في السلامة كذلك. أكيد. ويعني هل يمكنكم تقريبنا يعني من تجربتكم بصفتكم عمدة ورئيسة بلدية تونس، يعني من التجربة التونسية التي تقومون بها يعني في بلديتكم، وهل هناك تعاون يعني بين مختلف الأطراف الفاعلة في هذا القطاع؟ أكيد. اليوم احنا تولينا بلدية تونس العاصمة منذ 4 أشهر، أي أنه لدينا رؤية لم تترجم على مستوى الواقع إلى حد الآن. إن شاء الله تكون عنا عاصمة بلا سيارات، إن شاء الله تكون عنا مزيد الترفيع في نسبة السلامة المرورية في تونس، وذي بالتداخل مع كل الأطراف. نحن في تونس اليوم بصدد إرساء اللامركزية، أي أن هنالك صلاحية كبرى ستعطى لرؤساء البلديات، لعمد البلديات كما تسمونهم في المغرب، وبالتالي الجانب الوقائي والجانب التحسيسي هذا ما ركزنا عليه ونركز عليه دائما، لأنه الوقاية دائما هي حتى من حيث التكلفة أقل بكثير من العلاج. الوقاية وفي كل المجالات، في مجال الصحة وفي مجال السلامة المرورية وفي مجال العديد من الأشياء، فإنه الوقاية مهمة جدا. الوقاية اليوم بدينا بالتعامل مع المجتمع المدني، وأنا دعوة وصلتني من المجتمع المدني باش نكون متواجدة في هذا المنتدى، وكذلك للتدرب وإيجاد الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل المشاريع وتبادل التجارب في هذه النقطة بالذات. المجتمع المدني كذلك فاعل بالنسبة لدينا في تونس، وعلى اعتبار وأنه اليوم بحق القانون وبفعل الواجب اليوم نتعامل مع المجتمع المدني لضمان مستقبل أجمل وأحسن وأضمن وأضمن كذلك للأجيال المقبلة. أن تكون لدينا استراتيجيات، هذا ما نحن بصدد فعله اليوم، ولكن اللي نحب نأكد عليه أنه ليست فقط اتفاقيات، وقد قمنا باتفاقية مع جمعية كبيرة في تونس للسلامة المرورية، ولكن ليس فقط الإمضاء على اتفاقيات وتبقى أوراق حبر على ورق، ولكن لابد أن تترجم برامجنا في مقاومة مخاطر الطريق وفي مقاومة الذهنية السائدة لتجاوز القانون، والذهنية زائدة في السلوكيات المرورية اليوم لابد أن تترجم على مستوى الواقع، وأن نكون يد واحدة كل الأطراف المتداخلة من أجل هذه السلامة، ومن أجل كما قلت التنقيص بنسبة كبيرة في الحوادث. لما لا، بعض البلدان الأوروبية عملت لأنفسها معني أرقام ووصلت الأرقام هذيك. احنا اليوم لابد ان نرفع سقف التحدي، لابد، وخاصه في تونس على الاقل، وبعد الانتخابات محليه تعطي السلطه للمركزيات او المحليات، وهي في تدعيم اللامركزيه في تونس، ان نقوم اليوم كأمد كرؤساء بلديات لتونس يعني منافسه جهويه، نعم، على اعتبار قربنا من المتساكنين المواطنين، أن نقوم بالحملات التحسيسية، أن نكون عن قرب، أن نساهم كذلك في جودة الطرقات وفي تخطيط الطرقات وفي إيجاد سيولة ومرونة كذلك في الجولان، مما قد ينقص من الحوادث. وأكيد قاعدين احنا اليوم اليوم الأول، ولكن ما زلت عنا عديد المحاضرات الأخرى اللي باش نتعلم منها ماذا وقع في بقية الدول الأخرى وما هو إيجابي فيها، يعني والذي يمكن أن نستورده لتجربة تونسية. في هذا الإطار يعني تبادل التجارب والخبرات بين بعض الدول يعني الإفريقية في هذا المنتدى، هل يمكنكم يعني إبرام اتفاقات أو يعني معاهدات أو شراكات لتحسين شروط السلامة الطرقية في بلدكم؟ أكيد احنا كبلديات ممكن أن نقوم بشراكات، ممكن أن نقوم بتوأمات كذلك مع بلديات أخرى، ممكن أن نقوم بشراكات كذلك واتفاقيات مع المجتمع المدني، مع منظمات دولية، مع منظمات حكومية أو غير حكومية للسلامة المرورية، ونطمح أن يكون هذا ما فيه منفعة للبلدين أو للجهتين المتعاقدتين في هذا المبدأ ولا في هذا الإطار. أي أنه اليوم لازمنا نقوله وبصوت عالي أنه لدينا العديد من الأخطاء، ربما تجاوزنا
ولابد اليوم أن نتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتجاوزنا الزمن. نتمنى ذلك ونتمنى لكم التوفيق في أداء مهامكم. شكرا لكم على قبول الدعوة السيدة سعاد بن عبد الرحيم. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى لقاء قادم بحول الله.